مشاهدينا اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا في حب مصر. لسه بنكمل حلقاتنا عن موضوع السياحه الدينيه. طبعا تعتبر السياحه الدينيه من اهم انواع السياحه واقدمها على مر العصور، والدفع الديني هو الهدف الرئيسي من السياحه الدينيه، متمثله في الحج والعمره، فهي نوع من انواع ارتقاء الشعوب بمشاعرها ووجدانها، متخطيه كل الحواجز سواء كانت لغه او جنس او لون. ولم تعد السياحه الدينيه تعتمد على الخدمات البسيطه، بل اصبحت اكثر تطورا وحداثه، والمنافسة أصبحت قوية جدا بين الشركات لتوفير أفضل الخدمات سواء في الحجز الفندقي أو في وسائل النقل وغيرها من الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. هنروح لفاصل سريع ونرجع نستعرض أهم تقاريرنا مع كبرى شركات السياحة الدينية في مجال العمرة والحج. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم غالب محمد، رئيس مجلس إدارة شركة غالب تورز للسياحة. يسعدني أن أرحب بكم لأتقدم بخالص الشكر وتقديري لثقتكم في شركة غالب للسياحة. انتظرونا في الموسم الجديد مع أقوى البرامج وأفضل الأسعار. مع تحياتي، غالب محمد. مشاهدينا ورجعنا لكم ولسه مكملين حلقتنا من برنامجنا في حب مصر، وسعدنا شرفنا نلتقي في هذه الفقره مع الاستاذ محمد السيد، مدير عام شركه غالب للسياحه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ جمال، اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا في شركه غالب للسياحه، واهلا كل متابعين شركه غالب الكرام، اهلا بحضراتكم جميعا يا فندم، شرفتونا في شركه غالب للسياحه. في البدايه استاذ محمد، عاوزين نتكلم بتفصيل اكتر عن شركه غالب للسياحه. شركه غالب للسياحه يا فندم هي شركه مساهمه مصريه. الشركه فندم حاصله على ترخيص وزاره السياحه رقم 2351. شركة فندم اتأسست في 2009، لكن تم تغيير مجلس الإدارة بشكل عام في 2023، ودي كانت بصمة جديدة في السياحة بشكل عام، وخاصة لخدمة أهلينا في محافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية. شركة غالب فندم هي عضو في الاتحاد الدولي لنقل الركاب، وهي الأياتا. احنا كمان فندم عضو في شركات وكالات السياحة والسفر. الشركة كمان وكيل عام لكبرى شركات الطيران داخل جمهورية مصر العربية.
عاوزين نتكلم بالتفصيل برضو كمان على الخدمات والأنشطة اللي بتقدموها من خلال شركة غالب للسياحة بعد كمان تولي الأستاذ غالب محمد رئيس مجلس الإدارة، أكيد كانت نقطة تحول في الشركة. الشركة يا فندم بتحرص كل الحرص على المشاركة المجتمعية مع أهلنا سواء على مستوى محافظة كفر الشيخ أو محافظة المنوفية. السنة اللي فاتت الإدارة قدمت عمرة مجانية لأهالي أوائل الثانوية العامة والأزهري، وبالفعل تم التقديم، بالإضافة إلى تكريم الأم المثالية ومسابقة القرآن الكريم من هدايا وعمرات مجانية. دايما الإدارة برئاسة الأستاذ غالب بتسعى لتقديم خطط التوسع في قطاع السياحة بشكل عام. بنحرص دايما على تقديم الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة لأهالينا في كل محافظات مصر تحت مظلة وزارة السياحة المصرية، سواء حج عمرة أو سياحة داخلية وخارجية. كمان يا فندم رئيس مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ غالب بيحرص دايما على تقديم أفضل الخدمات وأحسن الأسعار. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتظرونا قريبا خلال أيام معدودة. افتتاح فرعنا الثاني من شركة غالب تورز للسياحة بإويسنا. ربنا يبارك لصاحب الشركه الاستاذ غالب، والله يصلح حاله في الشريف للكويت. والله فعلا ذوق وادب واحترام واسلوب في التعامل، مش كلام، لا احنا في امر ربنا اكيد هنقول كلام طالع لله يعني. ان شاء الله لو عدت تاني معاك باذن الله يا رب، ربنا يكتب لك العوده باذن الله يا رب. العنوان: المنوفيه إويسنا، شارع العهد الجديد، امام محطه قطار إويسنا، المقر الرئيسي، كفر الشيخ، الرياض، مجمع الصفا. للحجز والاستفسار. مشاهدينا ولسه مكملين لقاءاتنا من داخل شركة غالب للسياحة، يسعدنا شرفنا أن نلتقي في هذه الفقرة مع الأستاذ محمود بلال مدير فرع شركة غالب للسياحة بمحافظة المنوفية فرع إويسنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ جمال، وأهلا بقناة النهار في شركة غالب تورز للسياحة. توفيق ليك ورب دايما إن شاء الله. عاوزين نتكلم بقى على الخطة المستقبلية وحرص الأستاذ غالب على التوسع في جميع محافظات مصر. نتكلم عن الخطة المستقبلية. والله بعد نجاح شركة غالب تورز للسياحة في كفر الشيخ، قرر رئيس مجلس إدارة الشركة أستاذ غالب محمد بافتتاح فرع جديد لخدمة أهالي محافظة المنوفية بإويسنا. أستاذ محمود، نتكلم على بالتفصيل على افتتاح فرع إويسنا وإيه الخدمات اللي احنا نقدمها من خلال شركة غالب للسياحة. نحرص دايما على تقديم الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة لأهالينا في كافة محافظات مصر تحت مظلة وزارة السياحة، سواء حج وعمرة أو سياحة داخلية أو سياحة خارجية أو نقل سياحي أو حتى إصدار تيكت طيران. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي ازور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي ازور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني معاكم صحبا، انا نفسي ازور الكعبة. وخدوني معاكم صحبا، انا نفسي أزور الكعبة وادعي في الروضة دعوة، ده مرادي ومطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وإياكم بالصلاة على النبي. الحقيقة صدقت ووفيت، حاجه جميله جميله جميله، وابهرتونا الحقيقه. استاذ محمد خميس قال لي روحي بس الاستاذ غالب وشوفي هيحصل ايه وهتتبسطي ازاي، ويعني هكوني ان شاء الله سعيده جدا، لان انا اخواتي واصدقائي كلهم يعني انا مبلغهم بالرحلات الجايه بتاعه شهر 10 واللي بعد كده. يعني جميله جدا، وان شاء الله مش هتبقى اول مره
كلنا هنيجي وبوزني وهجيب جوزي وهجيب ولادي وهجيب جواز بناتي وهجيب كل قرايبي يجوا هنا ان شاء الله. يعني احنا يعني من ساعه ما شفنا الموضوع كده يوم مع دول كل يعني تحس ان الكلام بيتحقق والكلام بيبقى واخد شكل. يعني عايش في اجواء عايش في اجواء يعني الدنيا اللي هي يعني الجماعه طلعوها النهارده جماعه عرفات نبدأ الكاميرا واقفين. أنا أمام تمام التمام هي شركة مالك شركة محترمة جدا. الله يبارك لك. الناس محترمة والاستمتاع حلو والمرسل جميل كل حاجة فيها حلوة. شركة محترمة جدا وبصراحة يعني استخدموا حاجة استخدموا حاجة استخدموا معانا حاجات جميلة جدا. الله يبارك لك. آخر مرة هنتعامل معاكم. شاكرين. أنا من دلوقتي كل ما أقول يا رب كل سنة أفضل معاكم. إن شاء الله. أولا ربنا يبارك فيك ويبارك في المسلمين جميعا. ولا دي احلى رحله جميله وصحبه جميله وناس احلى وانت احلى حاجه عجيب. ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين. والله انا مش عايز بس هنا ده اول حاجه لو انتم الاحترام بتاعكم بيخلونا ان احنا مش عايزين نمشي من هنا. طبعا الاستاذ غالب بيقول لكم الف مبروك. الله يبارك وبيبارك والله رحمك كتير. ربنا يبارك طبعا هو معنا. بيقدم لكم حاجه بسيطه طبعا تعب حضرتك ونتمنى دايما ان انت تكون معانا ودايما يكون احمد عاملا لكم ويكون لكم شرف ان شاء الله دايما في رجاء. امين يا رب. دي حاجه بسيطه للاستاذ غالب. السلام عليكم، معاكم منار من شركة غالب تورز للسياحة. انتظرونا في الموسم القادم ان شاء الله افضل الاسعار واقوى البرامج وكمان افضل الفنادق. مع تحيات شركة غالب تورز للسياحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أميرة الشاعر من شركة غالب تورز للسياحة. شركة غالب ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الأستاذ غالب محمد بتوعد حضراتكم بإذن الله بتحسين وتطوير وتقديم أفضل الخدمات اللي تليق بخدمة سيادتكم. انتظرونا في الموسم الجديد مع أقوى البرامج وأفضل العروض وكمان أفضل الأسعار. مع تحيات شركة غالب تورز للسياحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أمان الحريري من شركة غالب تورز للسياحة. شركة غالب تورز للسياحة تشرفنا من خلال موسم العمرة السابق بالانتشار الكبير جدا من خلال محافظات الجمهورية. مستر غالب بيحرص كل الحرص على توفير أفضل الفنادق وأفضل الباصات مع أكفأ المشرفين. كلمة مستر غالب لينا دايما أننا نعتبر المعتمر بمثابة الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، وذلك بفضل الله علينا أضفنا لمسة جديدة بمنظور مختلف لخدمات الحج والعمرة بما يتناسب مع كافة متطلبات العميل. انتظرونا في اقوى العروض وافضل الاسعار وافضل البرامج تحت اشراف وزارة السياحة المصرية. مع تحيات شركة غالب تورز للسياحة. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي ازور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي ازور وياكم بالصلاة على النبي. وخدوني معاكم صحبا، انا نفسي ازور الكعبة. وخدوني معاكم صحبا، انا نفسي ازور الكعبة وادعي في الروضة دعوة، ده مراد ومطلب. Oh,
انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق. سعيد، في البداية عاوزين يعني احنا تاريخ كبير بسم الله ما شاء الله مشرف يعني من سنة 91، في البداية عاوزين ناخد تعريف بحضرتك، مين هو الأستاذ سعيد جمال؟ أنا محاسب سعيد جمال محمد، رئيس مجلس إدارة شركة قصد خير. الشركة بدأ من 1991، كانت منشأة فردية تحولت لشركة مساهمة من 2004، تطورت من فردية لمساهمة وتطور رأس المال بتاعها لحد لما وصل للنسبة كويسة جدا الحمد لله. ناخد فكرة على شركة قصد خير للمقاولات العمومية والتوريدات ومجالات الشغل فيها. الحمد لله الشركة بدأت الأول كانت توريدات عمومية، بعد كده بقت مقاولات. الحمد لله احنا في المقاولات متخصصين في جميع الأعمال، المقاولات كأعمال مقاولات المباني، الشركة فيها أولى أعمال بحرية، فيها أولى أعمال كهرباء، فيها أولى أعمال أساسات، فيها أولى. فالحمد لله الشركة متنوعة في جميع أنشطة المقاولات. ناخد فكرة على أهم المشروعات اللي شاركتوا في تنفيذ هذه المشروعات. هو الشركة شاركت في مشروعات كتير قوي، مشروعات مقاولات مباني ومشروعات مقاولات بحرية، مشروعات طرق، لكن الشركة متخصصة أكتر وقامت بمشروعات قومية كبيرة زي مشروعات إنشاء الأرصفة البحرية. الأرصفة البحرية دي كانت بتقوم بها شركات أجنبية الأول، كان أول شركة مصرية تقوم بعمل أرصفة بحرية كان في شرق بورسعيد، ودي كانت من ضمن المشروعات الكبرى اللي كانت موجودة في بداية المشروعات اللي قام بها سيادة الرئيس، لأنها كانت بادئة من سنة 2014، والحمد لله ومنا بتنفيذها على أكمل وجه، يعني من معدات لترتيبات مهندسين لاستدعاء خبراء علموا الناس بتاعتنا. فكان ده شيء عظيم يعني اللي احنا نقوم بمشروعات كبيرة زي دي. نتكلم على فريق العمل في الشركة. فريق العمل للشركة هو اللي عندنا احنا جميع التخصصات فيها، مهندسين من كافة التخصصات سواء كانت أعمال المباني، مهندسين مدني، مهندسين معماري، مهندسين أعمال بحرية، مهندسين ميكانيكا، مهندسين كهرباء، مهندسين طرق، نظر التخصصات اللي احنا فيها يعني. فعندنا ما شاء الله ما يقلش عن 4500 مهندس ثابتين ومتسجلين رسمي، خلاف اللي هو بيكون معانا في المشروعات الأخرى اللي بنستعين بيهم بالمباشر والغير مباشر. والشركة الحمد لله يعني عدد العاملين والمهندسين اللي في المشروعات لحد وقتنا اللي احنا فيه ده يتعدى 32,000 واحد. نتكلم على أقسام الشركة بالتفصيل. احنا بالنسبة لقطاع الأعمال البحرية هو قطاع بيقوم بإنشاء الأرصفة البحرية وأعمال الحمايات البحرية، وده قطاع بالنسبة لنا بيحتاج معدات بحرية كتير وبيحتاج مهندسين خبرة في شغل البحر وخبرة في التنفيذ وخبرة في التصميمات. كل ده الحمد لله رب العالمين ربنا بموفقنا بيه نتيجة اللي احنا خدنا مشروعات وتدرجنا فيها وبقى الناس عندهم الخبرة والكفاءة فيها.
بالنسبة للمشروعات المدنية عندنا احنا طبعا بناخد مشروعات متكاملة ومشروعات فيها كل التخصصات، والخص حاجة ده مثلا الشركة قامت بتنفيذ قاعدة برنيس البحرية، ودي قاعدة تم تسليم مفتاح من الأرض لأعمال الأرصفة البحرية، الأعمال الكهروميكانيكا، الكهرباء، محطات المية، المعالجة، الصرف، الطرق، كل ده الحمد لله تخصصات الشركة كلها كانت موجودة فيه. ايه تاني من المشروعات اللي حضرتك يعني بتقول بتبقى يعني نقول سعيد من جواك كده ان حضرتك شاركت في مثل هذه المشروعات؟ هي المشروعات اللي الواحد بيكون سعيد فيها وبيفخر بيها وبتبقى علامة من العلامات اللي احنا بنقول دي كانت سلم النجاح، هو مشروع شرق بورسعيد، انشاء الرصيف الاول اللي كانت بتعمله، وكان اول رصيف كنا نقوم بيه، وكان اول رصيف تقوم بيه شركة مصرية بدل شركات اجنبية. طبعا الارصفة اللي قامت التانية رصيف حاملة الطائرات، الارصفة البحرية اللي قمنا بيها وكلها كان معظمها في وقت واحد وربنا وفقنا فيها، كان رصيف غرب في القوات البحرية، رصيف البسرال، ارصفة في شرق بورسعيد، ارصفة في غرب بورسعيد، الحمد لله رب العالمين، دي اللي الواحد بيقول عليها من علامات النجاح. مشاهدينا ورجعنا من الفاصل لسه مكملين لقائنا مع الاستاذ سعيد جمال رئيس مجلس اداره شركه قاصد خير للمقاولات العموميه والتوريدات. اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا وسهلا. الاول عاوزين ناخد فكره على اهم المشروعات اللي شاركتوا فيها. الجزء الثاني من السؤال، ايه بقى الفائده اللي هتعود على المستثمر من الطرق دي؟ هو الحمد لله رب العالمين احنا قمنا طبعا بانشاء طرق مع اداره مع الهيئه الهندسيه ومع وزاره النقل وانشاء طرق وكباري، لكن المشروع اللي احنا بنفخر بيه وجالس افتتحه سياده الرئيس هو انشاء محور التعمير. محور التعمير دوت كان مشروع صعب جدا في الطرق، لان كان معظم الطريق دوت كله ارض ملاحات، وكانت ارض مخلفات بتروليه وارض كلها طينه وملح، وارض كان صعب ان يتنشا عليها الطريق. لكن لما قالت الدوله ان هي هتقوم بالطريق ده، فقالت ان هي هتقوم بطريق مرة واحدة عرضه يكون كبير، مرة واحدة ما فيش توسعات تانية نظرا لصعوبة المكان اللي هو بيعدي منه. فالحمد لله رب العالمين ان المشروع ده احنا بنفخر بيه لانه كان صعب جدا، والوقت اللي اتعمل فيه وقت قياسي، والنتيجة اللي احنا شفناها بعد انتهاء المشروع فرحت البلد كلها وفرحت اهل اسكندرية وفرحت الناس اللي كانت رايحة من اسكندرية للساحل، وفرحت الناس اللي هي ساكنه في المناطق اللي كانت موجوده زي العجمي ومزغي والدقيله. كل ده ربط الدنيا بطريقه سهله جدا، ووفر وقت كبير قوي قوي، ووفر راحه حتى في وانت ماشي على الطريق. لو رحته تحس ان انت ماشي في طرق مش تضايق اوروبا، ما فيش زيها في اوروبا. طبعا اكيد في احلام حضرتك طموحات كبيره لشركه قصد خير، الخطه المستقبليه نتكلم عنها. والله احنا اللي بنتمناه ان للبلد ان هي زي ما هي ماشيه كده بنفس الفكر بتاع سياده الرئيس ونفس التوجيهات بتاعته، ان هي فيما بعد هتبقى مش هقول لك ليها طموحات بره قد ما ليها طموحات هنا. انا مش ببص ان انا ابقى شغال في دول بره،
قد ما ابقى شغال في بلدي طبعا نتيجة المشروعات اللي هي بتبقى موجودة دي. احنا شايفينه يعني الحمد لله ان سيادة الرئيس مفيش حاجة اسمها وقفة مشروعات، طول ما هو سيادته موجود طول ما في مشروعات كبيرة موجودة، فأملنا في المشروعات الكبيرة اللي هو بينفذها احنا نكون موجودين فيه. طبعا في نهاية حلقتنا بنوجه رسالة لقائد المسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحب توجه رسالة تقول له ايه؟ اقول له ربنا يوفقك، انت شخصية جميلة، شخصية طيبة، شخصية عظيمة، شخصية بتحب البلد جدا. احنا طبعا بنشوف حرص سعادتك في المشروعات ان انت عايز تعملها بأقل سعر وبأعظم جودة وعايز تعمل حاجات كتير قوي للبلد، ربنا يعينك عليها رب يوفقك. رسالة طبعا للشباب بقى، نقول لهم ايه علشان يشتغلوا يبطلوا الافكار اللي انا عاوز اسافر بره عاوز اشتغل في وظيفه حكوميه، تحب تديله رشدة بقى تقول له ايه؟ والله انا شايف ان الوقت اللي احنا فيه والوقت اللي انا مش عارف، انا بيتهيالي انا عن نفسي انا بقول لك انا عندي حوالي 32 ألف واحد موجودين في المشروعات ما بين مباشر وغير مباشر في المشروعات اللي احنا شغالين فيها، فانا بيتهيالي اللي بيقول ان في بطاله لا ده لو راح في اي حته على المشروعات اللي موجوده، يعني ما تجيش تقول لي انا عايز ابقى قاعد على مكتب وابقى شغال. ممكن يقابلك شغلة مكتب على حسب تخصصك وممكن يقابلك شغلة موقع، فالناس يعني الشباب لازم يكون عنده هدف ان هو يبدا سواء كمكتب او سواء كف موقع. يعني في نهايه حلقتنا بنوجه رساله في حب مصر، مصر بلدنا بقى، تحب تقولي في حب مصر فين؟ يا رب يجعل مصر دي اعظم بلد في الدنيا. تحيا مصر. وتزور المسجد النبوي وأداء مناسك الحج وإقامة راقية وزيارة معالم مكة والمدينة، بتحلم بشركة تلتزم بكلامها؟ شركة غالب تورز للسياحة هتحقق حلم وهتنفذ اللي اتفقنا عليه. اتصل بينا، هنكون دايما في خدمتكم. للتواصل